من الدروس المهمة جدا للسنة ستة السنة دي الفرق ما بين الماضي البسيط والماضي المستمر، وازاي استخدمه وازاي استخدم الروابط ما بينهم. أول حاجة الماضي البسيط الباست سيمبل، إمتى أستخدم الباست سيمبل أو تكوين الباست سيمبل؟ بيتكون من التصريف الثاني للفعل. طيب يعني إيه التصريف الثاني للفعل؟ يعني الفعل بإضافة إيدي، مش كل الأفعال بنضيفها إيدي فيه، في أفعال منتهية بإي بنضيفها دي بس، في أفعال منتهية بواي الواي قبلها ساكن بنحذف الواي وتقلب الى اي ونحط اي اي دي. في افعال بنضاعف الحرف الاخير زي فعل شوب شوبت، لاحظ الحرف الاخير سايلنت وقبله متحرك، كونسونانت وقبله متحرك، بنضاعف الحرف الاخير. طيب في افعال بقى اخر نوع من الافعال، افعال الريجولار فيربس الافعال الغير منتظمه، زي الفعل مثلا ريد التصريف بتاعه ريد زي ما هو ما بيتغيرش. وفي زي الفعل drink الماضي منه drank، والفعل find الماضي منها found. دي أمثلة بس، في أفعال بتفضل زي ما هي زي الفعل read زي الفعل cut زي الفعل put، دي أفعال بتفضل زي ما هي مضارع وماضي. في أفعال بتتغير زي الفعل drank بيتغير إلى drank، find بيتغير إلى found. دي إزاي أحول الفعل للماضي البسيط، قلنا انواع الافعال اللي بتتحول للماضي البسيط. طيب الجمله في الماضي البسيط بيبقى شكلها ايه؟ شكلها فاعل زائد فعل ماضي وان كان وتكمله الجمله، يعني مثلا شي درانك تي، الجمله دي زمنها مثلا حط يسترداي كلمه بتدل على الماضي يسترداي، she drank tea yesterday الفاعل عندها هو الفعل الماضي drank هو المفعول والكلمه الداله على الزمن اللي هي كلمه yesterday she drank tea yesterday، الجمله دي زمانها ماضي. في حاجتين بتدل على الماضي، الفعل الماضي والكلمه اللي بتدل على زمن الماضي. حاجه ثانيه لازم نعرفها في الماضي البسيط، نفي الماضي البسيط. اقدر انفي الجمله دي ازاي يا محمد؟ انا عندي جمله فيها ماضي بسيط، نفي الماضي البسيط بايه؟ didn't زائد المصدر. يعني نفي الجمله دي هيبقى شي didn't، هنجيب بقى الاصل من drank اللي هو drink، يبقى شي didn't drink tea yesterday. يبقى حاجه مهمه جدا لازم نعرفها ان في الماضي البسيط ب didn't زائد المصدر ارجع الفعل الاصل تاني. طيب السؤال عايز اسال على الجمله دي، بسال ب did وبعدين الفاعل وبعدين المصدر برضه. Did she drink tea yesterday؟ ده السؤال بيس ونو. طب هل لو انا هسال باداه استفهام، هسال بمتى مثلا، متى شربت الشاي او when، وبعديها did، ونفس الترتيب بقى بعد كده she drink tea بس هشيل الزمن ده عشان انا بسال عليه when did she drink tea. دوت استخدام الماضي البسيط وتكوينه والنفي بتاعه والسؤال بهل والسؤال بأداة استفهام، كل الحاجات دي لازم أكون عارفاها عشان أقدر أعرف الجملة الماضي البسيط تتكون من إيه. كده تمام؟ ده كل حاجة عن الماضي البسيط. طيب إمتى بستخدم الماضي البسيط؟ حدث حصل وانتهى خلاص، حدث حاجة حصلت في الماضي وانتهت. الماضي ده ممكن يكون إمبارح، ممكن يكون الأسبوع اللي فات، والشهر اللي فات، السنة اللي فاتت، من سنين، أو نقول كلمة في الماضي in the past. دي كلها حاجات عن الماضي البسيط. تعالى بقى الماضي المستمر. الماضي المستمر بيتكون من was أو where زائد الفعل مضاف إليه ing. طب بستخدم was إمتى؟ was مع المفرد اللي هو I he she it. طب استخدم وير امتى؟ مع الجمع اللي هو they we you. يبقى عندي الفاعل I he she it او اللي يحل محلهم من الضمائر زي مثلا احمد علي منى، فالحاجات دي يحل محلها هي او she، او the door the cat يحل محلها it، الحاجه دي او اللي يحل محلها استخدم هنا was. طب عندي they we you او اللي يحل محلهم برضه استخدم ايه؟ وير. وبعدين الفعل واضيف للفعل ing. ولاحظ حاجه، لو عندي الفعل منتهي
بإي وهاجي أضيف الأي إن جي، بحذف الإي وأحط الأي إن جي زي ميك. الماضي لما أجي أضيف لها أي إن جي بتبقى ميكينج. خد بالك من حتة زي دي، لما تيجي تحط الأي إن جي للفعل لو منتهي بإي تحذف الإي وتروح حاطط الأي إن جي. ما ينفعش حرفين متحركين جنب بعض، يعني في النطق هتبقى صعبة شوية. النطق يعني الإي مع الأي هتبقى صعبة شوية في النطق، فبنحذف الإي اللي موجودة ونحط الأي إن جي بتاعتنا. تمام كده؟ طيب تعالى بقى نشوف جملة تكوين زمن الباست كونتينوس. أي ووز ريدينج ستوري. الجملة دي زمانها أول ما أشوف الزمن هنا كده أعرف إن أنا عندي هنا ماضي مستمر، عندي ووز والفعل أهو ومضاف إليه الأي إن جي. تكوين الزمن أهو، يبقى الجملة دي زمانها أنا كنت بقرأ قصة. طيب بيدل على إيه بقى؟ حاجة حصلت في الماضي؟ أه حصلت في الماضي ولكن استمرت لفترة معينة. إمبارح الساعة 2 أنا كنت بعمل كذا، أنا كنت مستمر في عمل كذا. أنا عملت الواجب النهاردة الصبح. فكنت مستمرة في عمل الواجب. ده معناه ان الحدث حصل في الماضي صحيح بس استمر لفتره معينه من الوقت. خلاص كده ده الفرق ما بين الماضي البسيط والماضي المستمر في الاستخدام. ان انا كنت مستني مثلا بابا، انا كنت فضلت مستنيه فتره، ففي الحاله دي هستخدم ماضي مستمر. تمام؟ فده تكوين الجمله في الماضي المستمر. طيب نفي الجمله سهله جدا هنا النفي، ليه؟ لان انا عندي فيرب تو بي، فيرب تو بي نفي بنوت. I wasn't reading. ستوري. يبقى عرفت ازاي انفي الجمله؟ بنفي فيرب تو بي، عندي ووز هتبقى وزنت، عندي وير هتبقى ولد. طيب بعد كده عايزه اعمل سؤال بيس ونو، برضه سهل جدا مفيش فيه اي مشكله، اي جمله فيها فيرب تو بي سهل ان انت تنفي، سهل ان انت تعمل سؤال بكل سهوله، اسهل من استخدام الماضي البسيط. طيب هنا هسال سؤال بايه يا محمد هنا؟ اي ووز ريدنج ا ستوري، تبقى السؤال هبدا بفيرب تو بي اللي موجوده عندي، بس اخد بالي من حاجه ان انا الاي بتتحول لايه؟ ليو. يو هنا مش هيناسبها ووز، هتبقى ايه؟ وير. زي فاكر اي ام لما كنت بقول لك اي ام مثلا ا تيتشر، قلت لك لما اجي بعمل سؤال اي ام بتتحول الى ايه يا محمد؟ ار يو. فاكر دي؟ ده برضه هنا نفس الكلام، اي ووز هتتحول لايه؟ لوير يو. هي بس الاختلاف كله مع اي، غير كده ما بنغيرش، عشان تبقى واخد بالك ما تغيرش مع باقي الضمائر. الاختلاف كله عندي مع اي، اول ما اشوف اي بوز وعايز اعمل عليها سؤال بحولها لايه؟ لوير يو. طيب شي از واشنج هير دريس. شي لا عايزة هنا ووز. شي ووز ووشنج هير دريس. عايزة أعمل هنا سؤال يا محمد هتبقى إيه؟ هنعكس عادي خالص مفيش تغيير. كل الحكاية عندي التغيير في إيه؟ في أي ووز. في السؤال بتبقى بوير يو. عشان الأي بتتحول ليو، يو مش هيناسبها ووز، هيناسبها وير. يبقى ووز شي ووشنج هير دريس. ده السؤال بأداة بيس ونو. طب لو انا هسأل بأداة استفهام نفس الخطوات، احط أداة الاستفهام قبل الووز او الوير، يبقى وات ووز شي واشنج، هي كانت بتغسل ايه؟ لو انا هسأل بأداة استفهام، طب تخلي بالك من ترتيب الجملة ليه؟ عشان بتجيلي الجملة ترتيب وانت بترتبها، فتبقى عارف الأساسيات اللي هتبدأ بيها ايه. أول حاجة لو أنا سؤال، لو جملة سؤال أداة الاستفهام وبعدين موز أوير وبعدين الفاعل وبعدين الأي إن جي، ولو في تكميل الجملة عندي تمام مفيش خلاص. أداة الاستفهام ووز وير والفاعل والأي إن جي عندنا، ده تكوين الجملة في الإيه؟ الباست كونتينيوس اللي هو الماضي المستمر. لحد كده تمام؟ دي مقارنة ما بين الماضي البسيط والماضي المستمر من ناحية التكوين، من ناحية النفي، من ناحية السؤال بيس، من ناحية السؤال بأداة استفهام. طيب
تمام كده؟ لازم دي حاجات كلها تكون عارفاها. نيجي بقى لدرسنا النهارده. نيجي لدرسنا النهارده، احنا شرحنا الماضي البسيط والماضي المستمر. طيب ازاي اربط الزمانين ببعض؟ قال لي في رابط اسمه وين، وين دي معناها عندما، واربطها بين زمانين، زمن الماضي البسيط والماضي المستمر. يعني تعالى نقول جمله بالعربي كده، عندما كنت اذاكر النور قطع، النور اتقطع. لما انا كنت بذاكر النور قطع، ايه الفعل اللي انا كنت مستمره فيه؟ كنت بذاكر اهو، فتره كنت بعمل فيها حاجه، بعمل حاجه فتره في الماضي في وقت معين. انا كنت بذاكر امبارح والنور قطع، حدث كان مستمر وجه حدث تاني قطعه. الحدث اللي كان مستمر ده هيبقى زمنه ايه؟ ماضي مستمر، والحدث اللي قطعه ده هيبقى ايه؟ ماضي بسيط. فوين بتربط ما بين الزمنين؟ حاجه كانت بتحصل مستمره في الحدث، وبعدين حاجه تانيه قطعتها. فازاي اربط بقى واكون الجمله في وين؟ قال لي وين ممكن لها حلين، ممكن تيجي في الاول وتربط بين الجملتين، وممكن تيجي في النص برضو وتربط ما بين الجملتين. طيب لو انا هنا وين في الاول، ايه الزمن اللي بيجي وراها؟ وين على طول اللي فيها على طول ماضي بسيط، ماضي بسيط. الماضي هي بتحب الماضي البسيط ده، لازق فيها على طول من المطروح. فاذا هنا هيبقى برضو لازق فيها الماضي البسيط. يبقى لو جت في الاول لازق فيها ماضي بسيط، لو جت في النص اللي لازق فيها برضو ماضي بسيط، يبقى اللي قبليها هنا بقى ماضي مستمر، واللي بعديها هنا ماضي مستمر. يبقى لازم اكون فاهمه ان وين على طول لازق فيها الماضي البسيط، سواء جت في الاول سواء جت في النص، الماضي البسيط لازق فيها، هي مصاحباها على طول ماشيه معاها. اما الجمله الثانيه بتبقى ماضي ايه؟ ماضي مستمر. طب تعالى نكون جمله كده. وين؟ I was walking، لما كنت ماشي. وخلي بالك لو هي لو هنا وين؟ وين؟ I was walking، خلي بالك لو وين جت في الأول هفصل ما بين الجملتين بإيه؟ بكوما. هي عشان لو جت لك في بنكتويشن. While I was walking، عايزة أقول أنا قابلت صديق. I met، الماضي من ميت، ميت يقابل أهي. ميت يقابل، الماضي منها ميت. أنا جبت هنا ماضي بسيط أهو، I met my friend، أنا قابلت صديق. يبقى أنا كنت مستمرة في إيه؟ في المشي، أنا كنت ماشي، مستمرة أهو في حاجة. إيه اللي حصل؟ قابلت حد فراح موقفني. فالحدث كده وقف، اللي أنا كنت مستمرة فيه وقف، وحصل حدث تاني. فهو ده. When I was walking، هنا بقى وين هتبقى إيه؟ أنا بستخدم وين، أنا بستخدم على أساس إن إحنا الإعدادي، الإعدادي بنستخدم وين. وين سوري، وين I met my friend، وين I met my friend، لما قابلت صديقي كنت بعمل ايه؟ I was walking. انت ما عندكوش هنا وين، احنا بنشرحها في الاعدادي في رابطين وين وواي، بس احنا عندنا هنا في الدرس وين بس. وين I met my friend، احنا قلنا وين اهي جت لي في الاول اهي. الجمله اللي بعديها ايه يا محمد؟ ماضي بسيط، اللي لازقه فيها على طول ماضي بسيط اهي، وفصلنا ما بين الجملتين بايه؟ بكوما. والجمله الثانيه ماضي ايه؟ ماضي مستمر. طب تعالى بقى نعمل نفس الجمله ده، هي بس وين في النص؟ وين اهي في النص؟ اللي لازق فيها على طول اهي الماضي البسيط، وين I met my friend. يبقى الجمله الاولانيه هتبقى ايه؟ I was walking. I was walking. يبقى الجملة كده اهي، لو وين جت في النص ولو وين جت في الأول. الاتنين لازق فيها الماضي البسيط، سواء هنا سواء هنا. تعالى نقرا الجملتين كده. When I met my friend I was walking. I was walking when I met my friend. دي نفس الجملة دي بالظبط، بس ايه اللي اختلف؟ ان انا الرابط جبته هنا في الأول، والرابط هنا جبته في النص. سواء جبته في الأول سواء جبته في النص، وين لازق فيها ماضي بسيط، يبقى الجملة اللي قبليها أو الجملة اللي بعديها ماضي مستمر. تمام كده؟ ده تكوين الجملة. فأنا في إيه اللي بقى ممكن يجي لي سؤال كطالب في سنة ستة؟ اللي ممكن يجي لي، يجي لي ترتيب، أو يجي لي في سؤال الباراجراف مثلا يقول لي أنت كنت بتعمل كذا، أو
وحصل كذا. في الباراجراف يقول لك مثلا تحاول تكون جملة في الباراجراف بتستخدم فيها الرابط ده، يعني مثلا أثناء ما كنت بعمل كذا حصل كذا، فده مطلوبة منك إن أنت برضو تعمل جمل طويلة في الباراجراف. تعالى بقى هنا، احنا قلنا هنكون جملة، هجيب لك جملة اهي وشوف ترتيبها ازاي. تمام كده؟ انا عندي هنا وين؟ شوف الجملة دي، يلا حاول بقى ترتب لي الجملة دي. انت دلوقتي اللي بيربطك ايه؟ لو انا الدبل بتاعت وين هنا كابيتال كده، يبقى انت هتبدأ بيها، لان ساعات دلوقتي في الترتيب ما بيحطليش خط تحت الكلمة، فاهم؟ فانا اعرف ازاي فرض ما حطش خط تحت الكلمة، اعرف ازاي؟ اشوف انا عندي جملة هنا وين، وواضح ان عندي هنا جملتين، ليه؟ عشان عندي شيء اهي وشيء اهي، في جملتين عندي، خلاص كده؟ فانا لو الدبليو بتاعت وين كابيتال ابدا بيها. طب لو سمول احطها في النص. اول حاجه اعملها وحاطه وين في النص او في الاول، على حسب هي عندي كابيتال ولا مش كابيتال. تعال نجربها بالاثنين اهي، في الاول وفي النص. وين اهي في الاول وين في النص. تعال بقى ارتب الجمله اللي قبل وين والجمله اللي بعد وين. اول حاجه انا قلت الجمله اللي بعد وين لازقه في وين على طول ايه؟ ماضي بسيط. فين الجملة؟ هات لي الجملة الماضي البسيط هنا. ها فين الجملة الماضي البسيط هنا؟ أول حاجة الجملة هتتكون من إيه؟ من فاعل الأول. فين الفاعل اللي عندي؟ شي. هاخد واحدة منهم شي. تمام كده. فين الماضي؟ الفعل الماضي اللي هنا؟ فاوند. فايند فاوند. شي فاوند. وجدت. وجدت إيه؟ إيه اللي حاجة ممكن نلاقيها هنا؟ أبنسل. يبقى أنا كونت الجملة الأولانية. وين شي فاوند أبنسل. خلاص انا خدت دي ودي ودي ودي، ناقص لي الجمله اهي. كون لي بقى الجمله دي سهله اهي، هتبقى ايه؟ شي ووز ووكينج. فهمت مترتب ازاي؟ الجمله طويله صحيح بس سهله، بقسمها بروح جايبه الرابط الاول، سواء عندي لو هو كابيتال يبقى احطه في الاول. تعالى بقى نعملها لو هو في الاول، لو وين كابيتال عندي وانا هعمل في الاول، وين اللي لازق فيها على طول ايه؟ الماضي البسيط اهي. وين شي فاوند ا بنسل. اربط ما بين الجملتين بايه؟ بكوما. شي ووز ووكينج. النقطة بتاعتنا. يعني لو جات لي جملة طويلة زي دي اعرف ارتبها ولا لا؟ تمام؟ ايه شفت انا بعمل ايه الخطوات لازم نمشي بيها؟ انا عندي الرابط اهو. الرابط والاول لازم برضو اتاكد من حاجه، اتاكد ديت وين ديت عندي رابط ولا اداه استفهام؟ ممكن تجي لي اداه استفهام، بس انا هعرفها من ايه يا محمد؟ هيكون في الاخر هنا علامه استفهام. ففي الحاله دي وين مش رابط عندي؟ هتبقى اداه استفهام. تمام كده؟ يبقى اول حاجه لازم اعرفها ان انا ارتب جمله طويله فيها جملتين، واحده ماضي بسيط وواحده ماضي مستمر، والربط ما بينهم بعمل ايه؟ بشوف وين الاول، احطها في النص ولا في الاول. اكون جمله الماضي البسيط احطها بعد وين على طول، سواء في النص ولا في الاول. وبعدين اكون جمله الماضي الايه؟ الماضي المستمر احطها لو في النص احطها قبل وين، لو وين في الاول احطها بعد جمله الماضي البسيط. بقى كده اعرف ارتب الجمله بكل سهوله. طيب اخر حاجه ان انا ارتب سؤال، ان انا اعمل سؤال بجمله طويله زي دي. هنشوف دلوقتي هنعمله ازاي. What was she doing when she met a friend? تعالى شوف السؤال ده، ده سؤال. سؤال بقى ده استفهام. تمام كده؟ تكوين السؤال
لما بيكون عندي رابط وعندي زمانين بيبقى ازاي؟ شوف الجمله الاولانيه زمانها ايه يا محمد اللي هي قبل وين؟ انا عندي وين اهي. الجمله اللي قبل وين ايه؟ ماضي مستمر. الجمله اللي قبل وين ايه؟ ماضي جوز اهي والاي ان جي اهي. يبقى ده جمله. الجمله اللي قبل وين ايه؟ ماضي مستمر. يبقى انا هستخدم ده اهي. عمل السؤال ده اهو. عندي جمله ماضي مستمر وعايز اعمل عليها سؤال بعمل ايه؟ مثلا شي اهي شي ووز مثلا شي ووز ريدنج مثلا عايز اقول هي بتعمل ايه؟ هقول وات ووز شي دوينج هي بتعمل ايه؟ هو نفس الجمله ده هتبقى موجوده قبل وين. الجمله بقى اللي لازقه فينا على طول هي الماضي البسيط مالناش دعوه بيه تبقى موجوده عندنا. خلاص؟ يبقى انا مثلا لو جالي الاختيارات برافو عليك جزء اول. طب انا هجيب هنا ايه؟ عشان عندي زي اجيب ايه؟ ايه لا زي جمع وين. تمام كده؟ يبقى تكوين الجمله اللي هي السؤال عندي اول حاجه اداه الاستفهام وبعدين جزء اول وبعدين ايه الفاعل والفعل اي ان جي وين والجمله بتاعتها اللي هي لازقه فيها على طول. وين وجملتها؟ طب لو جالي الجمله دي هنا هختار ايه يا محمد؟ عندي الجملة دي كاملة اللي هي أداة الاستفهام كاملة. جملة وين؟ جملة وين زمانها ايه يا محمد؟ الجملة اللي لازقة في وين على طول ايه؟ ماضي بسيط. يبقى فين الماضي البسيط اللي هنا؟ ويند. يبقى أنا هنا هختار ايه؟ ويند. تمام كده؟ جملة وين دي ترتيبها ايه؟ ويند. فهمت ازاي بختار؟ بشوف انهي جمله اللي ناقص عندي فيها. لو الجمله بتاعه اداه الاستفهام تكونها ايه الجمله بتاعه اداه الاستفهام؟ اداه الاستفهام ووز اوير وبعدين الفاعل وبعدين الفعل اي ان جي. الجمله الثانيه وين زائد الجمله الماضي البسيط فاعل وبعدين فعل في الماضي. اشوف سواء عندي الناقص في الجمله دي او الناقص في الجمله دي لو جات لي ايه؟ اختيارات. بشوف ايه الناقص عندي في الجمله دي وايه الناقص عندي في الجمله دي واحل. يبقى احنا خدنا السؤال ده سواء جالي اختيارات سواء جالي ترتيب سواء جالي ان انا اكون جمله في باراجراف ابقى عارفه ازاي احلها. سهل ولا في اي مشكله؟ هو الدرس طويل شويه بس سهل مفيش فيه حاجه. ازاي بس كل الحكايه ان انت تكون جملتين في جمله واحده. يعني تعمل جمله واحده فيها جملتين. فبيبقى عندك اتنين فاعل. وبيبقى عندك زمنين زمن ماضي بسيط وزمن ماضي مستمر. وبيبقى عندك رابط ما بين الجملتين بتربط ما بينهم. فلازم تبقى عارف ايه اللي بيجي ورا الرابط وايه اللي بيجي قبل الرابط وامتى استخدمه سؤال وازاي استخدمه سؤال. تمام؟ دي كلها فيها اي مشكله كده؟ تمام الدرس دوت. اشوف بعض الاسئله كده اللي بتيجي في اللي جت في الكتاب ونشوف نحلها ازاي. الجملة دي شين شوبين وين
اللي ناقص عندي هنا يا محمد من غير ما اتاكد لك اختيارات؟ ناقص لي هنا ايه؟ وين او ووز او باي. ها شيء هتاخد ايه؟ ها ووز. خلاص يبقى ناقص عندي هنا ايه؟ ووز. My sister always makes مش معموله. طب خليكم برا عشان خلاص مش هيش الصوت. ها عندي الازمنه هنا مش معموله، انا جايب لي الافعال بس انا اللي هكون الزمن. تعالى كده حط وين في النص اهي. انا عندي هنا ووك اهو وعندي تيك انا. طب هو مستمر كام في ايه؟ كان هو بياخذ قيلوله لما الايه البنده مشيت ماشيه خلاص كده. طيب تعالى بقى نكون الجمله. ها مين الجمله اللي خلينا في الجمله اللي بعده وين الاول لان هي الماضي البسيط. هو ايه اللي حصل؟ الباندا مشيت. وين ذا باندا او باندا باندا ووك هتبقى ايه؟ ووك. الصوت يا بنات ووك دوبار كده. وين باندا ووك دوبار. هو كان بيعمل ايه بقى؟ هي بيعمل ايه؟ ووز تيكينج انا. فهمت بقى؟ لما يجي لك كلمات كده وانت تكونها، وكلمات ايه ده مش مكون الزمن فيها كمان انت اللي بتكون الزمن براحتك. يبقى شي ووز تيك هي ووز تيكينج انا وين؟ اباندا او ذا باندا ووك ذا بار. الجمله اللي قبليها ماضي مستمر، وبعدين الرابط بتاعنا، وبعدين الماضي البسيط. ها في اي مشكله كده يا محمد في الزمنين دولت وتكوين الزمن وازاي اختار وكده؟ هنحل بقى على الدرس اللي احنا شرحناه التدريبات بتاعه كتاب بيت باي بيت. هنحل برضو كتاب المعاصر ان شاء الله، بس دلوقتي هنحل مع بعض بيت باي بيت. يلا يا محمد. كريم اون ذا فون وين هيز فازر ارايفد. انا ماشيه تمام اهو، عندي وين وبعديها جمله الماضي البسيط، يبقى انا اللي ناقص عندي في جمله الماضي المستمر يبقى كريم ايه؟ ووز تيكينج توكينج. يبقى كريم ووز توكينج on the phone. ها ها انا هنا عايزه الرابط اللي بيربط ما بينهم سهل جدا، يبقى ايه؟ when what where عندك علي and رامي. علي and رامي اثنين. احنا ما عندناش ار، احنا واخدين was where الماضي المستمر was where اثنين يبقوا جمع، يبقى اللي هي ايه؟ where. تمام. I was my room when my father came. برضو النقص عندي في جملة الماضي المستمر، أنا عندي was نقص لل ing cleaning. Reading newspaper when the parrot boy. أنا عايزة هنا إيه؟ الجملة اللي بعد وين إيه يا محمد؟ ماضي بسيط، الماضي من fly flow اللي هي أول واحدة. تمام أول واحدة. He took a big car before
because he was tired. Took A. اقرأ الاختيارات وانت هتعرف homework ولا prize ولا match ولا أناب. مش احنا قلنا take أناب الماضي منها took أناب يبقى ناقص لي هنا ايه؟ ناب. My sister was makeup. Make لسه حلنا على السبورة حالا. Makeup تبقى putting. Putting on makeup. I can a newspaper. Read. I can read. أنا هنا جملة عادية خالص كان بيجي وراها المصدر. I know. Was talking on. On the phone. ها يلا. تبغوش. لأن كلهم إيه أدوات استفهام. قلت لي أداة الاستفهام. ماشي. Phone deer. ماشي. ماشي اكتب أي حيوان. Flew. Ran. Took. Feed. في ثلاثة past. واحدة present. Feed. Feed. حط feed. Feed. Eagle. Rubbish. Bird. Parrot. في ثلاثة طيور. Birds. Rubbish. ها يبقى rubbish. أي طائر بقى. حط. ما هو إيجل موجود؟ على فكرة هند دجاجة دي طائر. الهند دي طائر والدك بطة طائر. دي من الطيور. هتبقى ناب وحط وسيلة مواصلات. وسيلة مواصلات. تنقل الجمل.